بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب الصف الثالث المتوسط مادة لغتي الخالدة في برنامج مع نستمر الذي أعدته لكم مدارس التربية المتميزة، نبدأ بمشيئة الله تعالى في درس من الدروس اللغوية بعنوان العطف، درس العطف. نعلم أننا أخذنا هذا الدرس من قبل، نعلم الأدوات التي نستخدمها للعطف. هناك أربع أدوات مشهورة. أول أداة وهي الواو، نقول مثلا جاء محمد وأحمد، نريد في هذا الكلام أن محمد وأحمد قد جاءوا، نعم ليس أكثر من ذلك. نقول جاء محمد فأحمد، أي أن محمد دخل الأول ثم تبعه محمد بسرعة. نقول جاء محمد ثم أحمد، أي أن محمد جاء أولا ولكن أحمد تأخر عنه قليلا. ولو قلنا جاء محمد أو أحمد، نحن لا ندري الذي جاء من، هل جاء محمد أم جاء أحمد. هذه الأربع أدوات بهذه المعاني السريعة التي قلناها قد أخذتموها من قبل وتعرفون معانيها جيدا. هناك كلمتان أخرى من أدوات العطف. أولهما هي كلمة لا. نعم، لا أداة من أدوات العطف جديدة سندرسها في هذا الدرس. والكلمة الأخرى هي كلمة، نعم إنها كلمة حتى، أداتان جديدتان سنقوم بدراستهما مع هذه الأدوات التي درستها من قبل. سنقوم بدراسة الدرس من خلال الكتاب الطالب. هنا تهيئة يعرفك ما هي أدوات العطف كما فعلنا منذ قليل. جاء لك بثم والواو والفاء أيضا ثم. نقرأ هذه الأمثلة سريعا. يشغلني ويتردد في ذهني سؤال، هو يشغلني ويتردد. كل ما من شأنه أن يسكر يعد خمرا سواء كان من الحبوب أو نعم. طيب، طرد فضاقت، طرد محمد فضاقت، أقلع محمد عن الذنوب حتى الصغائر، أقلع التحق محمد ثم وفقه الله، التحقه ثم وفقه، أصبح عنصر بناء لا عنصرها. نلاحظ في هذه الأمثلة أو نستخرج منها كل ما هو أداة عطف. نقول مثلا الواو وأو وفاء وحتى وثم ولا، هذه كلها أدوات إيه؟ عطف. كم أداة؟ ست أدوات، أنت أخذت أربعة وهاتان الأدتان جديدة. ننظر هنا ونطالع أن الواو تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم الإعرابي دون التقيد بترتيب الزمن. هذه الأشياء مهمة جدا يا شباب، نحفظ الواو نحفظ الفاء، تفيد الاشتراك في الحكم الإعرابي كما تفيد الترتيب مع التعقيب. كلمة التعقيب هنا معناها السرعة، السرعة. قلنا دخل محمد فأحمد، أي أن محمد دخل وجاء وراه سريعا ولم يتأخر أحمد. أما ثم هذه تفيد الاشتراك أيضا، اشتراك في الحكم والإعراب كل شيء كما تفيد الترتيب مع التراخي. التراخي هنا معناها البطء. أو لها معاني عديدة يحددها السياق، من معانيها أيضا هو التخيير أو الشك أو التفصيل والتقسيم. نحن اليوم نأخذ لغة أو نذاكر لغتي أو رياضيات، نختار. رأيت سعيدا أو عمرا، ما أدري هل هو سعيد أم هو عمر، هذا الشك. تفصيل وتقسيم، مثلا ينقسم هذا الأمر إلى عدة أقسام، أو الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره. لا تفيد نفي المعطوف عن المعطوف عليه. ما معنى لا؟ لا هي الجديدة هنا. نقول مثلا أكلت عنبا لا موزا، من هنا أستنتج أنني أؤكد على أن أكلي كان للعنب وليس للموز. أكلت عنبا لا موزا، لعبت كرة قدم لا كرة سلة، هذا أمر واضح حتى تفيد الغاية. مثلا ذكرت كل المواد اليوم حتى التربية الفنية مثلا، يعني أو حتى التربية البدنية ذكرتها، هذا تفيد الغاية حتى أنني
وصلت إلى أني أذاكر التربية ليه؟ لأن التي لا يذكر مثلا إلا قليلا مثلا يعني. ننتقل إلى الصفحة التالية. هنا يعلمك هناك كلمتان. لو قلنا هنا مثلا جاء نكتب بس شوية كده دقيقة. جاء أحمد ومحمد ومحمد. هنا أحمد ومحمد. أحمد هذا اسمه معطوف عليه. الكلمة الأولى التي قبل حرف العطف تسمى معطوف عليه. هذا هو حرف العطف. الكلمة الأولى تسمى معطوف عليه والكلمة الثانية تسمى معطوف. هذا موقع إعرابي نقول عليه معطوف. فالكلمة الأولى معطوف عليه يعرب حسب موقعه في الكلام. من الذي جاء هنا؟ أحمد. نقول أحمد هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومحمد معطوف ماله بقى؟ ما هذا مرفوع يصير محمد معطوف أيضا مرفوع بالضم. لنرى ونكمل ما أمامنا. يشغلني هو يقصد هنا ما قدر في إيه في الأمثلة السابقة. الأمثلة السابقة هذا يشغلني ويتردد. يشغلني هي المعطوف عليه ويتردد هي المعطوف. الحبوب معطوف عليه، الفواكه معطوف، نفس الكلام. أول كلمة هي معطوف عليه يعرب حسب موقعه في الكلام، وهذه معطوف وهذه معطوف عليه معطوف، وهكذا. يكمل هنا على نفس الغرار السابق. يشغلني يتردد، الحبوب الفواكه، طرد فضاقت. لكن هنا استنتاج دقيق يجب أن نتنبه إليه قليلا. اسم جملة فعلية، نستطيع أن نقول أن المعطوف عليه والمعطوف قد يكون أسماء وقد يكون جملة فعلية. يشغلني وتردد هنا خطأ، هذه ليست اسم، هذه فعل، جملة فعلية أيضا خطأ. يشغلني وتردد جملة فعلية. إنما الحبوب والفواكه أسماء، أسماء على أسماء أو أفعال أو جمل فعلية على جمل فعلية. بنستطيع أن نعطف جمل على جمل. أقول مثلا إيه؟ ذاكرت ولعبت. ذاكرت فعل وفاعل جملة فعلية، والواو ذات عطف، لعبت جملة أيضا فعلية. هذه الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى. نستنتج هنا يا شباب أيضا أن المعطوف والمعطوف عليه يتفقان في الحالة الإعرابية، يتفقان. إذا كان المعطوف عليه مرفوع فسيكون المعطوف هنا مرفوع. يشغلني ويتردد، المعطوف عليه اللي بيجي في الأول حالته كانت مرفوعة على طول بدون تفكير، أن المعطوف الذي يأتي بعده يكون مرفوع أيضا. الحبوب كانت مجرورة، ماشي، يبقى الفواكه تكون ماذا؟ مجرورة. العنصر كان منصوب والعنصر اللي بعده كان إيه؟ أيضا نقول عليه منصوب. إذا رجعنا للأمثلة سنجد موقع كلمة العنصر. العنصر هذه كانت في جملة، أصبح محمد عنصرة، أصبح محمد عنصرة، اسم أصبح منصوب بالإيه؟ بالفتحة. لا عنصرة، صارت عنصرة الثانية معطوف منصوب بالفتحة أيضا. هيهات ثم هيهات، هيهات ثم هيهات. الحرف العطف هنا نستخرج حرف العطف ثم، ماذا تفيد؟ ترتيب وتراخي. بدأ محمد، ماذا الطريق المظلم بممارسة أعمال غير صحيح مثل الكذب؟ و حرف العطف هنا و، تفيد مجرد الجمع فقط بين الاثنين، كذب وافتراء أو افتراء وكذب، الاثنين واحد. قرر محمد أن يعالج نفسه فدخل، قرر أو مقرر راح دخل، على طول جاء حرف الفاء يدل على الترتيب والتعقيب اللي هي السرعة. اختر أحد السبيلين، اختر أحد السبيلين، الضياع أو النجاة. هنا إيه حرف العطف أو، أحسنتم. ماذا يفيد أو؟ تخيير هنا، اختار. سيظل شعار التائب الثبات لا التراجع. حرف العطف هنا لا، ماذا يفيد؟ يفيد النفي، نفي إيه؟ نفي ما بعده،
سيظل شعار التائب هنا الثبات لا التراجع. لا هنا نفى التراجع صح، وأثبت الثبات. تنفي عن المعطوف، أين المعطوف هنا؟ الكلمة الثانية هذه تنفي عن المعطوف ما ثبت للمعطوف عليه، يعني هي تنفي المعطوف. قل بقى فقط أنها تنفي المعطوف وتثبت المعطوف عليه. لم يقصر التائب في العبادة حتى قيام الليل، تائب في العبادة حتى أنه لم يقصر في قيام الليل. حتى هنا تفيد ماذا؟ تفيد الغاية، حتى تفيد الغاية، يعني أنه وصل إلى هذا الأمر. لم نكمل الدرس ولكننا سنكتفي بهذا القدر لأن درس طويل، وسنكمل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لكم مني تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.